الحديث تلقي مصالحنا بلاغ يفيد اختفاء كيف يبلغ من العمر 13 سنة ينحدر من ولاية غيريزان، كان في زيارة عائلية بولاية بازار بالضبط بمدينة سيدي راشد. على الفور باشرت مصالحنا الأبحاث التحرية اللازمة حين توصلت أن الطفل تعرض إلى إبعاد. ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة أين تم استيقاف المشتبه فيه الرئيسي. بعد التحقيق المعمق مع السالف ذل تبين أن الطفل تعرض إلى جريمة قتل بمكان منعزل غابي يبعد حوالي 3 كيلومتر من وسط العمراني. ليتم تحديد مكان تواجد الجثة. بعد اختار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا يتنقل برفقتنا إلى مسرح الجريمة، تم اتخاذ جميع إجراءات القانونية اللازمة. نتائج التحقيق أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم في قضية الحال، ليتم في نفس اليوم من توقيفهم ويبلغ عددهم 5 أشخاص يتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة. بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق سوف يتم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة.